مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراس كوهران، وبالشراكة مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية فاعلون الجزائر، ينظمان المؤتمر الافتراضي الدولي الأول المجتمع والجائحة، وذلك يومي الأربعاء 3 والخميس 4 جوان 2020 ابتداء من الساعة 3 زوالا. يمكنكم متابعة أشغال المؤتمر الافتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل قناة المركز في اليوتيوب أو القناة الخاصة بالمؤتمر، وكذلك على صفحات الفيسبوك الكراسكو فاعلون، تجدون الرابط أسفل الفيديو. تحية طيبة لجميع المشاركين والمشاهدين لهذا الملتقى الافتراضي الدولي الأول المجتمع والجائحة. أنا معكم دكتور جلال المستاري، مدير مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراسك وهران الجزائر. ننظم هذا الملتقى بالتعاون والشراكة مع مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجزائر، والهدف منه هو أن نناقش مسألة الأزمة الصحية وآثارها الاجتماعية اليوم وفي المستقبل. يأتي هذا الملتقى ليواصل عملاً قام به مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية منذ بداية هذه الأزمة الصحية، بأن وضع تقريراً أولياً حول الأزمة، حول الجائحة، من خلال مشاركة عديد الباحثين في المركز، تقريبا ما يقارب من 100 باحث أنجزوا أكثر من 80 عملا أو دراسة حول الموضوع، دراسة أولية حول الموضوع وجهت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الندوة الجهوية لجامعات الغرب الجزائري. إذن الهدف من هذا الملتقى هو أن نواصل هذا العمل البحثي الأول بإنجاز تقرير ثاني مبني على المشاركة الجهوية والمشاركة العالمية، ولذلك دعونا لهذا الملتقى عددا من الباحثين في العلوم الاجتماعية من دول عربية وأوروبية مختلفة، بداية من تونس والمغرب، مرورا بمصر ولبنان والسعودية والعراق وتركيا، وصولا إلى إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. إذن هدفنا من هذه التجربة الافتراضية أن نقف عند بعض الموضوعات ذات العلاقة بالأزمة الصحية وآثارها الاجتماعية. فأول شيء يمكن أن نناقشه في البداية من خلال جلستنا الأولى سيكون حول عناصر أو مقاربات التأويل والتحليل هذه الجائحة سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا وحتى نفسيا إلى آخره، ثم نقف عند علاقة المدينة بالأزمة الصحية، سنقف عند الصحة والمجتمع واللامساواة الاجتماعية وحتى الآثار
النفسية لهذه الجائحة على أفراد المجتمع في المجتمعات المختلفة، ثم نناقش مسألة العمل، التضامن، الاقتصاد الاجتماعي. سيناقش آخرون مسألة الرقمنة وأنظمة التكوين ورهانات التعليم عن بعد. سوف وننتهي في الأخير أيضا بتحليل حول الخطاب الديني والمسألة الثقافية والثقافة الشعبية، كيف تناولت الوباء اليوم وكيف تناولته حتى من خلال أوبئة ماضية. إذا نتمنى من خلال هذا الملتقى كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين، وأشكر مرة ثانية المدير ورئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب الجزائري على مشاركته معنا في هذه الجلسة الافتتاحية، طبعا وشريكنا العلمي وهو مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية على عمله الدؤوب في أول تجربة علمية بحثية افتراضية مع زملائنا في العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية في العالم العربي وفي أوروبا. وشكرا. الأستاذ الفاضل الجلالي المستاري، مدير المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، السادة أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية والتقنية، السادة المشاركون في هذا المؤتمر الافتراضي الدولي الأول، السادة الذين يتابعوننا على مواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مبروك بوطقوقة، المشرف العام لمركز فاعلون وأستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة باتنا واحد. سعيد جدا بأن أتواصل معكم عبر هذه النافذة، وأن أرحب بالجميع ضمن فعاليات الملتقى الافتراضي الدولي الأول حول المجتمع والجائحة، والذي ننظمه في مركز فاعلون بالشراكة مع المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. وهذا المؤتمر هو مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر، وتهدف إلى مساءلة ما يحدث الآن في هذا العالم من تغيرات كبيرة، من أجل التفكير فيها ومن أجل الخروج ببعض الدروس والنتائج والعبر والتي قد تكون مفيدة في تسيير هذه المرحلة والمراحل المقبلة في تعاملنا مع هذا الوباء. دعوني في البداية أعطيكم لمحة عن مركز فاعلون للبحث في الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية. هو عبارة عن مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب القانون 0612، قانون الجمعيات الصادر في 2012، وبالضبط بموجب المواد 49، 50 و51. يسعى هذا المركز إلى ترقية والبحث في مجال الأنثروبولوجيا على وجه الخصوص وفي كل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذلك يسعى إلى فتح الباب أمام الباحثين وفتح نوافذ للتشابك والتشبيك المعرفي وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين على الساحة الأكاديمية. المقر الاجتماعي للمركز هو في سكيكدا، وقد قام المركز منذ تأسيسه سنة 2014 بالعديد من الفعاليات داخل الجزائر وخارجها، وربما أشهر هذه الفعاليات هي الجامعة الصيفية التي دأب المركز على تنظيمها، وقد وصلنا السنة الماضية إلى الطبعة السادسة. والجامعة الصيفية هي تجمع كبير يضم عدد كبير من الباحثين من مختلف التخصصات، يتم يجتمعون من أجل مناقشة قضية محورية ولا قضية مهمة في العالم العربي.
إذن في إطار نشاطات مركز فاعلون هذه السنة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر على غرار باقي دول العالم، ارتأينا أن نمر إلى المجال الافتراضي من خلال تنظيم مجموعة من الملتقيات، ونحن سعداء بأن يكون باكورة هذه الملتقيات هو تعاون بيننا وبين المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، والذي يشكل فخر الجزائر في العالم العربي وإفريقيا وكل العالم. سعداء جدا بهذا التعاون، ونتمنى أن يستمر وأن يتطور بما يخدم الجزائر وما يخدم الساحة الأكاديمية وطنيا وعربيا ودوليا. فقط أشير في الأخير إلى أن مركز فاعلون أيضا أطلق ملتقى ثاني للتفكير حول التعامل أو التعايش مع الجائحة بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة باتنا واحد، ونحن الآن في مرحلة الإعداد لهذا الملتقى. أتمنى أن تكون متابعتكم لنا مفيدة ومنتجة ومحرضة على التساؤل والسؤال، من أجل كما ذكرت التفكير في هذه الجائحة والعمل على الخروج بمجموعة من النتائج المفيدة. أجدد شكري لكل من سهر على إنجاح هذا الملتقى، على رأسهم الأستاذ مستاري جلالي مدير المركز، والأستاذ نوار فؤاد رئيس المجلس العلمي للكراسك أيضا، كل التقنيين والمهندسين الذين اشتغلوا ليل نهار من أجل أن نكون في هذا الموعد، والسلام عليكم. Professeur Abdelbaki Benziane, président de la conférence régionale des universités de l'Ouest et recteur de l'université Oran 1, initiateur d'un projet de réflexion sur la participation des enseignants-chercheurs dans la prise en charge de l'après-Covid-19. Ce qui est important à travers ce projet, qui est un projet très important pour la région et pour aussi le pays, il s'agissait de réunir à travers une équipe pluridisciplinaire et d'évaluer aussi bien les causes du Covid-19 et en même temps aussi les conséquences sur les différents domaines, aussi bien les domaines politiques, économiques, sociologiques, anthropologiques, sanitaires, technologiques. Ce qui a été fait dans le cadre d'un travail de recherche qui a été mené durant tout le mois de Ramadan a été d'une grande utilité, du fait que nous l'avons mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur. L'objectif était de voir comment l'Algérie va se comporter dans la phase de l'après-Covid-19, qui est quand même une phase post-pandémie qui est très importante face à la phase actuelle où nous sommes en train d'évaluer toutes les conséquences, aussi bien sur le plan sociologique, comportemental, religieux, économique, technologique. L'objectif de ce travail de recherche, c'était de voir à partir d'idées pertinentes et de voir les recommandations qui peuvent être données à l'ensemble des secteurs, aussi bien les secteurs sociologiques, économiques, socio-économiques, tous les aspects sanitaires à travers les dispositifs que nous devons prendre en charge pour nous couvrir à l'avenir pour d'éventuelles crises sanitaires qui peuvent se poser à l'Algérie. Je pense que un travail similaire a été d'une bonne approche et il a permis de réunir des spécialistes. En termes de nombre, nous avons une soixantaine d'enseignants-chercheurs de la région qui ont été mobilisés pour ce projet à travers une équipe pluridisciplinaire qui en a fait la synthèse et qui a pu rédiger un rapport fait à cet effet.
Je pense que ce qui est important de l'après-rapport, c'est de partir des expériences, parce que le même rapport a été élaboré aussi au niveau des autres régions, la région Est de l'Algérie et la région Centre de l'Algérie, c'est d'échanger entre nous, de se compléter, d'échanger les bonnes pratiques, les bonnes expériences, partir des tendances qui sont des tendances planétaires, mais essayer aussi de les adapter au contexte algérien, au contexte de développement algérien. Moi, je pense que c'est cette expérience de pandémie nous a ouvert les yeux sur la nécessité de mutualiser, la nécessité d'échanger, la nécessité de partager toutes nos expériences, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique, culturel, sociologique, technologique. Oui, on a vu que pas mal d'universités ont été à l'avant-garde dans des propositions d'équipements scientifiques. Et là, moi, je pense que ce serait intéressant de réunir toutes ces potentialités autour d'un grand projet fédérateur des innovations et des créations que nous avons recensées à travers des établissements aussi bien du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et du centre. Moi, je pense que c'est dans cette voie que nous devons, nous universitaires, nous représentants du secteur universitaire, nous devons aller pour pouvoir réussir cette phase qui est très très importante, c'est la phase de l'après-pandémie Covid-19. Voici ce que je voulais dire un peu par rapport à cette question. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أقدم هذه المداخلة كمشاركة مني في الملتقى الهام الذي يدعو إليه مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، وبدعوة كريمة من الأخ العزيز الصديق الدكتور جلال البستاري، وأنا أشكره على هذه الدعوة وأشكر كل من شجعني على أن أشترك معكم في هذه المداخلة، وكل من يشارك فيها له مني كل الشكر والتقدير. هذا الموضوع الذي نحن بصدده هو موضوع هام، وهو موضوع الجائحة، ولأن هذه الجائحة قد خلقت ظرفا استثنائيا في حياتنا. وأنا سعيد جدا إذ اندفع الكثيرون من علماء الاجتماع من مصر ومن تونس ومن الجزائر ومن المملكة العربية السعودية ومن العراق ومن أماكن كثيرة في الوطن العربي إلى أن يقدموا إسهامات هامة في هذا الموضوع. ولقد تابعت هذه الإسهامات وسعدت بها، سعدت بإسهامات منير السعداني من تونس زميل العزيز والصديق العزيز، وسعدت بمساهمات الزملاء من مصر، وأنا أشارك في هذه في هذا الملتقى بعد أن كتبت عدد من المقالات، حوالي 5 مقالات أو 6 مقالات، وأجريت حوار مستفيض حول الموضوع في أحد الصحف الهامة. وأنا سوف أعنون مداخلتي بعنوان بسيط، وهو تساؤلات أو قضايا حول طبيعة الاجتماع الإنساني في مجتمع الجائحة. وأبدأ بقضية هامة، وهي قضية حالة الاستثناء أو حالة الخطر. نحن نقرأ عن هذه المفاهيم الهامة في علم الاجتماع، ولكننا قلما نلمسها لمسا جسديا ونفسيا واجتماعيا على أرض الواقع. وها نحن أولاء نصادف هذه المفاهيم ونجسدها ونراها على أرض الواقع. نرى أننا نعيش ظرف استثناء كبير يجعلنا نجلس في المنازل ولا نخرج، ويجعل الدولة حذرة وقلقة وواضعة للكثير من الضوابط على سلوك البشر. ونعيش حالة من ظرف الخطر، خطر الذي يحدق بنا
من كل حدب وصوب. صحيح أن المجتمعات كانت تعيش حالة من الخطر، ولكننا يمكن أن نقول الآن ونحن واثقين من أن الحياة التي نعيشها هي حياة تشي بخطر فائق، ليس مجرد الخطر وإنما خطر مستفيض وفائق، لأن المجتمعات التي نعيش فيها هي مجتمعات أصلا تكافح من أجل نهضة وتكافح من أجل التقدم، وتواجه الكثير من المشكلات الداخلية والخارجية، وهي تريد أن تبني دولة وتبني وطنا وأن تتقدم إلى الأمام وأن يكون لها قصب السبق في هذا المجتمع العالمي المعقد. وعندما تحدث مثل هذه الجائحة فمن المحقق أن هذا الخطر يزداد، وأن الخطر إذا كان موجودا على المستوى العالمي فهو في مجتمعاتنا أعمق وأكثر خطورة. وهذا الخطر هو خطر عام ولكن له خصوصيات. هو خطر عام لأنه يعم العالم بأجمعه بأسره، وليس هناك ولا يفرق بين غني وفقير، ولا يفرق بين قوي وضعيف، ولكن في واقع الأمر الفقير يتأثر أكثر والضعيف يتأثر أكثر، والذي لا يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من المواجهة يعني يتأثر أكثر. صحيح أن حكوماتنا بذلت جهدا كبيرا في مواجهة الخطر وضحت تضحيات كبيرة وواجهت كل المشكلات وكل التحديات التي يمكن أن تحدث، ولكن الخطر قائم. ونحن كعلماء اجتماع يجب أن ننظر إلى هذا الخطر على أنه خطر لا يجب أن يكون خطرا مستديما، وأنه التقليل منه بكثير من الحذر وكثير من المسؤولية الاجتماعية والواجب الاجتماعي والواجب الأخلاقي والتعاون، لأنه الضعفاء في هذه في مجتمعاتنا يحتاجون الكثير من المساندة ويحتاجون الكثير من الدعم، ويجب على المجتمع أن يظهر في هذه الحالة قوته الحقيقية التي تتمثل في قدرته الداخلية على أن يقف على قدم وساق وفي اصطفاف واحد من أجل مواجهة هذا الخطر. وهذا الخطر طالما أنه عالمي فإنه، وهذا ينقلنا إلى الموضوع الثاني الهام جدا وهو خطاب الصحة والمرض، وهذا موضوع هام من موضوعات علم الاجتماع، لأنه عندما نذكره نتذكر بشكل سريع ذلك الكتاب الهام الذي ألفه ميشيل فوكو حول ولادة العيادة، والذي أوضح فيه أن العيادة هي نظام يتخذه المجتمع لتنظيم الحياة وتنظيم البشر وضبط السكان من خلال ضبط الصحة وضبط المواليد وضبط الوفيات وضبط السياسات الصحية، لأنه المسألة هنا لها وجه يتمثل في أن العيادة تخلق نظاما للتحكم في الحياة، والوجه الآخر أن العيادة تخلق أساليب لتوالد سكان على درجة عالية من الكفاءة لخدمة النظام ولخدمة المجتمع والاستمرار المجتمع. الجائحة جعلت نظام العيادة يمتد إلى أن يتوسع وتصبح المجتمع كله كأشبه بالعيادة، وإنه المجتمع يتحول إلى نظام للحجر. ولذلك أنا كتبت مقال اتخذته من كتاب ميشيل فوكو مدخلا لكي أتحدث عن ما يسمى ولادة العيادة. والافتراض الفرض الأساسي الذي أطرحه هنا هو أن نظام الحجر ودخول الخطاب الصحة كجزء من الخطاب السياسي في المستقبل سوف يحول خطاب الصحة ونظام الحجر إلى أسلوب جديد من أساليب الضبط ومن أساليب الرقابة في المجتمعات،
وإنه ذهب إلى غير رجعة ذلك اليوم الذي يعني يمكن أن تكون الحرية هكذا مطلقة وهكذا لا توجد بغير ضابط كان في الماضي ربما كان سياسيا وسوف يظل سياسيا وسوف يظل اجتماعيا، ولكن الآن سوف يكون صحيا أيضا. فأنت ثمة خطر عليك من المشاركة في كذا، من النزول إلى كذا من الحياة، وقد نتنبأ في هذا الشأن أن تتأسس مؤسسات جديدة في العالم، منظمات جديدة في العالم تتخذ من هذه القضية، تضع أجندة للخطر الصحي وتجعل الخطر الصحي في مقدمة المخاطر، كما يعني ظهرت أجندات على المخاطر التي تلاحق الأطفال أو تلاحق النساء أو تلاحق المجتمعات من خلال التلوث أو غيرها من المخاطر. فيمكن أن يعني تتشكل منظمات وقوانين واتفاقيات دولية يعني بشأن الدخول أو اتخاذ يعني الدفاع عن هذه الأجندة، وتخليق بحوث ويعني موضوعات من قلب هذه الأجندة المتصلة بالصحة، لكي تدخل موضوعا جديدا في قلب السياسة وتصبح العلاقة بين السياسة والصحة تتشكل على نحو جديد، على ما يؤدي إليه ذلك من تغيير في الأولويات وفي القضايا المتصلة بتكوين العالم السياسي والعالم الاجتماعي. وثمة قضية ثالثة هامة جدا، وهي العلاقة بين المجتمع والدولة، وتلك قضية تثير كثير من التساؤلات، لأن الجائحة بعد أن كان المجتمع في خلال العشر سنوات الماضية مشتعلا بالحركة وبالدينامية، وكثير من المجتمعات أجبرت النظم السياسية على أن تتغير وأن تسقط، المجتمعات الآن أصبحت مجتمعات مسكينة، بدأت تتراجع، وبدأت الدولة تتفوق تفوقا كبيرا على المجتمع، وبدأ المجتمع الذي كان يقود الدولة والدولة تعمل له ألف حساب، أصبح هذا المجتمع يتراجع ويصبح في مرحلة من القلق ومن الخوف ومن السكينة ومن الضعف، ويطلب العون ويطلب السند ويحاول أن يترقب ويعيش في حالة الاستثناء هذه التي نتحدث عنها، في حالة ترقب دائم وخوف دائم. وهذا التراجع للمجتمع في مقابله تظهر الدولة كقوة وبوجه مختلف، يعني يظهر هنا يعني معظم الدول يعني في الإجراءات التي قامت بها كان لها وجه إنسانوي جميل، فيها وجه إنسانوي، ولكن هذا الوجه الإنسانوي لا يجب أن يعني يجعلنا نغفل إنه القول بأن السياسة تتربع على المصالح وأنه السياسة هي فن تدبير المصالح، وإنه هذا الكلام ما يزال قائما حتى في قلب الجائحة، وإنه هذا الوجه الإنسانوي للدولة له وجه آخر، وهو إثبات القوة وإثبات المكانة وإثبات المصلحة، وحتى البحث عن المصلحة بالمعنى التجاري. نحن نجد الدول الآن تتسابق على اختراع مصل أو اختراع دواء أو التجارة بالتقنيات والوسائل المختلفة التي يمكن بها أن نحافظ على الصحة. تخلقت تجارة جديدة، ولذلك نحن هنا لا نتوقع أبدا كما يقول البعض بأنه مجتمع ما بعد الجائحة سوف يكون مجتمع متغير وفي وجه إنساني. صحيح أن الوجه الإنساني ظهر في سلوك الدولة، ولكن نحن كعلماء اجتماع يجب أن نفهم أن هذا الوجه الإنساني يمثل أحد الوجوه وثمة وجه آخر، وأنه الأمور كلها مرتبطة ببعضها، وأن الرأسمالية دائما قادرة على أن تلعب بأساليب مختلفة وأن يعني تخلق أشكال من التبادل بأساليب مختلفة. كل شيء كما يقال في عالم الرأسمالية، كل شيء يؤدي إلى كل شيء آخر. التجارة تؤدي إلى السياسة، والسياسة تؤدي للتجارة، والدين يؤدي للسياسة ويؤدي للتجارة، وهكذا تتداخل. دائما أستخدم هذه العبارة وأقول إنه في عالم الاستهلاك، في عالم الرأسمالية، كل شيء
يتم تبادله مع كل شيء آخر. تلك هذا قانون يبدو كأنه قانون من قوانين الاجتماع الإنساني في العالم الذي نعيش فيه، ونحن يتضح أمامنا حتى في قلب الجائحة وفي قلب الأزمة تظهر التجارة وتظهر المصلحة وتظهر الرأسمالية تطل بأنيابها، وإن كانت تتخذ في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان واجهة إنسانية، واجهة إنسانية. وتلك قضية هامة، قضية العلاقة بين الدولة والمجتمع، في هذه العلاقة الجدلية التي تتكون على نحو مختلف وتتكون على نحو جديد في مجتمع الجائحة، يجب أن يعني نوليها أهمية كبرى في تحليلاتنا، وفي لأنها تثير كثير من التساؤلات يعني التي يمكن حتى أن نشتق منها بحوثا جديدة تفيد في تكوين رؤيتنا في المجتمع عن العلاقة بين الدولة وبين المجتمع. ولنا في كقضية أخيرة أن نشير إلى تأثير الجائحة على البشر أنفسهم في حياتهم في المنزل وهنا أستطيع أن أحلل هذه العلاقة في ضوء هيراركية أو في ضوء تدرج يبدأ من الأسفل ويعلو ويعلو إلى يبدأ من المكان يعني وينتقل إلى النفس إلى الذات ثم العلاقة بالآخرين ثم العلاقة بالمجتمع بشكل عام. نجد أننا هنا يعني بشأن يعني أركيولوجيا لإعادة النظر في حياة في أشياء كثيرة وفي أمور كثيرة، أولها المكان الذي نعيش فيه. هل المكان نحن كنا من قبل يعني في قبل الجائحة نحن نتحرك في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، في العمل وفي الشارع وفي النادي وفي المسجد وفي البيت إنما الآن نحن ننحصر في المنزل، فنعيد اكتشاف المكان، والمكان إذا كان فسيحا يسعنا جميعا ونكتشف فيه أشياء جديدة، ولكنه إذا كان ضيقا حرجا يعني فنحن فالأسرة هنا تعيش في حالة من الضيق، والأولاد يعيشون في حالة من الضيق وحالة من الازدحام، وحالة قد تدفع إلى هنا يعني ظهر موضوع العنف الأسري، وهنا يمكن أن يظهر العنف الأسري، لأنه العنف الأسري لا يظهر هكذا من وحده، ولكن العنف له بذرة، إذا كانت هناك بذرة متوفرة، في بذرة حرمان، في بذرة قلق، في بذرة تفكك في داخل الأسرة، تبدأ هذه الأسرة التي تنحصر في مكان ضيق ينفجر فيها أشكال من العنف الأسري. نعم، يمكن أن ينفجر في هذه الحالة أشكال من الحنق وتبعثها وتثيرها المشقة والمخزون الامتعاض والقلق واليأس الذي تخلقه البطالة والحاجة المادية وعدم الدعم المجتمعي وعدم توفر الخدمات. كل هذا بيخلق يعني المهم العلاقة بالمكان بتتشكل على نحو ما ويعاد إنتاجها على نحو ما، وهي من الموضوعات التي تثير موضوع يعني موضوعات هامة. والعلاقة بالجسد، ننتقل من المكان إلى الجسد، نعلو قليلا إلى هذا الكائن العضوي الذي يحمل أنفسنا ويحمل عقولنا ويحمل معارفنا ويجعلنا نتحرك ويجعلنا قادرين على الفعل. وأنتم تعرفون أن الجسد البشري هو المكون الأساسي في الفعل، هو العنصر الأساسي والمكون الأساسي في الفعل الاجتماعي، ولا فعل اجتماعي بغير جسد، ولا يمكن أن يكون الفعل إلا بجسد صحيح. وأنا أحسب أن الجائحة قد دفعتنا إلى أن نتأمل أجسادنا وإلى أن نكتشف أننا قد لا يعني نهملها في بعض الأحيان، ولا لا نمارس رياضة، ولا يعني نأخذها ما أخذ الجد في مسائل الصحة، ونتأمل يعني ونأخذ تفاصيل أشياء صغيرة تتصل بالنظافة وتتصل بالتفاعل بين الجسد وبين الأجساد الأخرى وخلق التباعد ما بين الجسد وبين الأجساد الأخرى، وهكذا يصبح الجسد له معنى خاص في زمن الجائحة. وهذا موضوع لبحوث أيضا يمكن أن تشتق من هذا الموضوع، كيف يتشكل الجسد وكيف يحضر في العالم، وهو هذا مع هذا التحفظ في السلوك ومع هذا الابتعاد عن الآخرين ومع هذا القلق من تجاه الآخرين ومع هذه العلاقة التي قد تشوبها الوصمة
والبعد عن الآخرين على نحو أو آخر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى علاقة الإنسان بذاته، يعني هذه الذات المحمولة داخل الجسد. نعم، الذات محمولة داخل الجسد، فهو ينتقل من جسد ويتأمل، يتأمل ذاته أيضا، وربما يكتشف نفسه، وربما يكتشف قدرات في داخله، وربما يكتشف انكسارات أيضا، لأنه التأمل الدقيق تأمل دائما، يعني وخاصة في الأسر التي يسمح لها بالتأمل، التي تتاح لها فرصة للتأمل، لأنه في أسر ترهقها الحياة وتقبضها مشقة العيش، فهي أسر لا تتأمل كثيرا، ولكن وتسير بقلق المعدة، دائما البحث عن لقمة العيش والبحث عن الطعام تجعل التأمل قليل. ولذلك تأمل الذات هنا يعني في اختلاف ما بين الأسر المختلفة، وبين في وفقا للمستويات الاجتماعية، وفي الآخر تبادل العلاقة مع الآخر، العلاقة مع الآخرين التي يعني تم صك مصطلح التباعد الاجتماعي، وهذا المصطلح ليس جديدا، نحن نستخدمه، أنا أستخدمه منذ أكثر من 10 سنوات، أتحدث عن التباعد الاجتماعي الكائن قائم في مجتمعاتنا قبل الجائحة. نعم، تباعد بين الطبقات، التباعد النفسي والتباعد المكاني، العيش في القصور وفي في الأماكن المسيجة بعيدا عن المجتمع، وانقسام المجتمع إلى مجتمعين، مجتمع يعيش في بمستوى معين، ومجتمع آخر يعيش بمستوى آخر، وهكذا، إن الحياة فيها عوالم مختلفة متباعدة. أنا أكاد أن أفترض هنا إنه استخدام مفهوم التباعد هنا بالمعنى الجديد الذي يستخدم في الجائحة هو مفهوم المسافة بيننا وبين الآخرين، وأصبحنا الآن يعني نستطيع أن نقول إن نحن بصدد نوعين من التباعد، تباعدين، ينضاف تباعد قديم إلى تباعد جديد، تباعد الاجتماعي الذي كان حاضرا بيننا وبين ظهرانينا في كثير من التفاعلات، يظهر ويتجسد في التباعد في داخل الحياة الاجتماعية. ولذلك نحن يعني يجب أن نتأمل هذا التباعد، وفي المستقبل كيف سيكون المجتمع فيما بعد الجائحة، وهل يعني سيكون الحظر وسيكون التباعد الذي تحدثت عنه بالمعنى الأبعد والأشمل، اللي هو التباعد الاجتماعي القائم في المجتمعات، وعليه التباعد الجديد الذي خلقته، ربما يدخل المجتمع في أشكال أخرى من التباعد، فيصبح التباعد مشكلة ويعمق أزمة الخطر داخل هذه المجتمعات. وفي النهاية، ما المستقبل؟ كما ذكرت، المجتمع ما بعد الجائحة لن يتغير كثيرا، سوف تظل الرأسمالية حاضرة، وسوف يعني تعود، ونحن رأيناها حاضرة رغم الوجه الإنساني الذي تطل به الدول على مجتمعاتها، ولكن علينا أن احنا نتأمل المستقبل، وعلى العالم أن هو يعيد النظر في هذه المنظومة الحداثية برمتها. العالم لابد أن يبحث عن منظومة جديدة وعن نموذج جديد للحياة. لم يعد نموذج الأمم المتحدة صالحا، ولم يعد نموذج النموذج التعايش السلمي والتعايش، لأن التعايشات التي يتحدثون عنها نحن لا نرى في أرض الواقع سوى الحروب وسوى الصراعات وسوى صور الفساد المتفشية في أرجاء كثيرة من العالم، وصور الجريمة، وصور عدم العدالة، وصور الفروق الكبيرة في التعاملات وفي التحيز الكامن في بنية السياسة في الدول الغنية اتجاه الدول الفقيرة، وفي البحث عن مصالحها يجعلها تفتك بالدول فتكا، وتجعل الحرب تنتشر في أرجاء كثيرة من العالم، وهم يعيشون على أجراسها وعلى أصوات المدافع. نحن نريد لهذا العالم أن يتغير. نعم، نحن نريد له أن يتغير، ويجب على علماء العلوم الاجتماعية جميعا أن يكافحوا من أجل هذا التغيير. ولذلك أنا أقول أننا لابد أن نطالب بقتل ميكافيلي، يعني أن لا تقوم الحياة على المصلحة ولا السياسة على المصلحة، وأن يكون هناك وجه إنساني للحداثة. ولذلك أنا أتحدث دائما عن ما أطلق عليه الحداثة المصقولة، فاين مودرنيتي، نحن نريد هذا النوع من الحداثة المصقولة التي لها وجه إنساني ولها روح، لها روحانية،
ولها طاقة إنسانية داخلية تدفع البشر بحق إلى أن هم يتفاعلوا بينهم وبين بعضهم البعض، وأن يتعاونوا من أجل حياة أفضل. ولذلك إذا كان التنوير قد خلق هذه الحداثة التي نراها والتي قتلت الإنسان، دافعت عن الإنسان ودافعت عن الإنسان الفرد الحر، ولكنها قتلت الفرد الحر. وتحدث ماكس فيبر عن القفص الحديدي الذي جاءت به الحداثة لكي تخنق الناس وتخنق البشر، دفعت البشر إلى أن هم العقلانية الحديثة هذه دفعت البشر إلى أن يعيشوا داخل قفص حديدي، أو يعيشون بوجه واحد فقط هو الوجه التكنولوجي الاستهلاكي، كما علمنا هربرت ماركوز وعلمتنا مدرسة فرانكفورت كلها جميعاً. ولذلك نحن بحاجة إلى تنوير جديد، تنوير يدعو إلى هذه الحداثة التي تقتل ميكافيلي وتستدعي كانت، تستدعي فكرة الواجب الأخلاقي، تستدعي فكرة التربية الأخلاقية، تستدعي فكرة تربية الجمال والعلاقة بينها وبين التربية الأخلاقية، تستدعي فكرة الحق من عند هيجل، وتستدعي فكرة العدالة الاجتماعية من عند راولز، وتستدعي كل الفلسفات الحديثة، تستدعي من التراث، من حتى من تراثنا العربي والإسلامي الجوانب التي تعلي من شأن الروح وتعلي من شأن الإنسان وتعلي من شأن العقل، وتدفع الإنسان إلى أن يحقق ذاته ويكتشف جوانب وجوده عن حق. يعني نحن نحتاج إلى تنوير جديد يحقق مفاهيم العدالة على أرض الواقع، ويحقق يعني يجعل هذا الإنسان الذي تحدث عنه التنوير أو خلقته الحداثة، الإنسان الحر الذي يعرف بإنسانيته وحريته بصرف النظر عن انتمائه أو دينه أو عرقه أو سلالته، والذي قتلته الحداثة وأذابته وسط هذه السيولة الكبيرة التي تحيط بها. نحن بحاجة إلى أن يولد هذا الإنسان من جديد، يولد في حداثة مصقولة جديدة منيرة بارقة تبعث في نفوسنا البهجة، وتجعل الحياة فيها قدر كبير جدا من السعادة ومن العيش الكريم. نعم، تجعل فيها قدر كبير من السعادة ومن العيش الكريم. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.